صباح الخير، صباح النور البنات، صباح الربح، كي صبحتوا لاباس عليكم. صباح واحد الجو زويون اليوم، عرفتوا الجو اللي كيحمقني هو فاش كتكون كتبغي تصب الشتا واعر. المهم انا مصبحه يا اختي على لابوراتوار، واش غنديروا؟ الصحه يا الصحه. المهم البنات، عندي دي زاناليز اللي خصني نديرهم، ما مشيتش البارح واليوم خاصني ندير لي زاناليز، وعندها كيكون البوليس هنا. المهم ها هي الرامبو، ما فيهاش دابا لا ما لا حتى شي حاجه، شو والو، ناشفه القضيه، تتكون فيها الماء تتكون زوينه. المهم نشوف فين بلاصه الطوموبيل. بلاصه الطوموبيل غادي دابا للابوراتوار، وباش نحطها ليا تجيني واعره ديك المدقات على الشونطي. المهم هو لابوراتوار نشوفو ديك ما عامر شي حاجه. البنات شديت الموعد، هنا عندي زوج ديال التحاليل، اه والله كنكتبهم ليا الطبيب يوم خلينا حتى اليوم، يا رب الله يدير لنا الخير، الله يسمح لك. تندي سلام، ما ماشي تا ناري. عرفتي شنو نقول لكم؟ واحد القضيه ديال انك يا اما كتركبي في الطوموبيل لا كيجي واحد كيدير الجيلي وكيوقف عليك، زعما شنو نقول لكم؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فاش بغينا بلاصي كنضرب بوحدي مع الطوموبيل. ثاني حاجه، ماشي هذا الولد هذا اللي كان اللي شفتو دابا لابس الجيلي، هذا واحد اخر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم البنات، دخلت درت التحاليل، خليتها قلت لديك البنت، قلت لها فاش كنجيب بناتي كنبقى نصبر فيه بسميت، وملي جيت انا بوحدي ما لقيت لي صبرتني. يا شتو مشي يا اختي، دابا عاد نصايب واحد الكويس ديال اتاي، غنشوف مول المحلابه الا هو عندو الخبز ديالي النور، نمشي نضرب خبيزه ديولي النور ونشرب بعدا كويس ديال اتاي ويدير الله خير. من هنا لواحد جوج سوايع عاد نرجع للنتيجه ديال التحاليل، وعاد نشوف الطبيب يا ربي يا ربي يحفظني، ويا ربي نجيني البنيات، يا ربي يحفظكم نتوما الوليدات. جيت البنات للدار، نزلت المحلابه اللي قلت لكم الساعه لي للاسف الشديد ما لقيتش، نشعل في الضوء زعما نشعل الضوء، ما لقيتش الخبز ديالي النور. يا رساله مولفه المراه تقريبا كتجيب 8 اونص، دابا 9 وربع ما بقاش. غادي نشوف اختي، راه عندي في الفريكو عندي المسمن، غادي نسخنو ندير دابا مقراج يطيب، ندير فيه الماء نعمر كويس ديال هاتي، نمشي اختي نشوف واش نبقشش شنو كاين الفطور. المهم اختكم راه مشيت للدار، فطرت وحق راه صورت معاكم يا اختي، الله يعلي ما داخل. المهم بقيت في الكراج لتحت، ساليت الفطور وداكشي تجاز معايا نادا، وانا نقول لها مسكينه عندها الحفاظ وداكشي، طلعت الفوق تتحفظ، قلت لها والو يلا هبطي معايا باش انا نبقى في الطوموبيل وتهبط هي اللي تشد لي التحاليل. راه عطيتها دابا الفلوس، دخلات مسكينه تخلص تخرج لي التحاليل، وغادي نشوف ديك الساعه الطبيب شنو غادي يقول لي. الله يسمعنا اخبار الخير يا ربي. والوالده تتعيط ليا بغات نمشي لسوق السمس، ثاني قلت لها خليني نخدم خديمتي. ما عرفتش والله ما نكذب عليكم، تكون عندها الخرموس تبدا بحال مالك امي تعيط تولي تالفه، ما تنبغيش نخسر لها الخاطر وفي نفس الوقت ما تنكونش مساليه. قول لي لها يلاه وصافي، نشوفوا بعدا مرضنا اول الاول ويلي غادي نخدم خديمتي. جي عندي جي بوسيني اجي 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 الكويده ديالي، صحابي راسك دير الدور، انا درت صوره فيديو في يوتيوب هكا تيديرو ناري، هادشي تيكون عندكم جوج بنات لا جوج ولاد، شي تيقلي السمل شي تيدير في شي. المهم انا جيت للدار التحاليل وبطبيعة الحال وقعت فيه حتى شي حاجه، لا راه شفت لا بحالك روحك الدكتورة سونس نادا عباري. المهم هنا كاينين لي بلاكيت راه فهمتهم، بروتيين نسبة البروتيين لانفوجيزم وراسي عارفينش لي هادشي راه بالنسبة لي خبراء بحالي. انتي خبيرة خبيرة تجميل، خبيرة سكتة الوحدة
الموحد قرا وقالت لك هادشي في سميتو في الكاتريام في الموحد دوزو بيه الامتحان لا شنو. المهم البنات طبيعه الحال اختكم ما قش حتى شي حاجه بانت لي النسب مزيانين تقرا عرفتوا شنو تقرا البنات. انا غير ديك اللي عندي بحال 4.27 خاص تكون ما بين 4.20 و 5.2 تقول صافي هي راه عندي مزيانه اشني هي ولا سميتها ولا والله ما عرفت. دابا راه كلشي ساهل كلشي كديري ليه تراديكسيون في جوجل وكتعرفي. انا بطبيعه الحال البنات يعني ما غاديش نفهم هادشي واخا نبقى نضل نخربق. صورت تصويره وصيفطتها للطبيب صيفطتها لي في واتساب باش بلا ما نقاد دي بلاصه مسكين قال لي غير يخرجوا لك لي ريزلتا صيفطيهم ليا في الواتساب نشوف ديك الساعه ونشوفوا الا كان شي حاجه تستدعي انك تجي نمشي عندهم غادي نمشي. ما كانش غادي يقول لي غير في الواتساب الا خاصني شي دواء ولا نوع ديال الحساسيه ولا المهم غادي نعرفوا اكثر ملي غادي يجاوبني البنات. و حنايا انا دايره المقراشي صفر نمشي انا نصايب لهم شي حاجه للغدا. شنو درت اختي اللوبيا ندى عزيزه على اللوبيا كتحماق على اللوبيا فضروري كنديرها لهم مره في السيمانه البنات ولا العدس ولا. المهم درت فيها البصله تويمه شويه العطريه شويه قزبر ومعدنوس الزيت البلديه وصافي غادي نسد عليها. ما درتش الملحه البنات الملحه ما كنديرها حتى كطيب لان الملحه الا درتيها مع القطاني تيديروا تيقساحوا ما تيطيبوش دغيا. المهم كنخلي انا الملحه هي الاخيره. المهم البنات راه كاع داك الدوره اللي درت في سميتو في اطا في اطا قداو اطا كداو. المهم كاع داك الدوره راه ما تقدي حتى شي حاجه. المهم غير شفتو سميتو في الاخر خديت الزيت اللي خاصني يعني الضروريات وخديت السميده الرقيقه وخديت سميتو الفينو. الفينو كنت خديته من واحد المحل تجاري اخر واحد المره ولقيته مدوده البنات عذور ردوا لبرا واخا تاريخ. ودائما فاش تجيو بحال هذا الشيء قلبوا قبل ما توصل 3 ايام ويكون عندكم الورقه باش شريتو لا فاكتور باش ترجعوا ليه واللي ترجعتو صافي. هنايا لان سميتو الفينو دابا باين في الميكا من الاحسن تشريو باين في البلاستيكه هكاها وديروا ليه هكا لان داك اللي كتكون الكرتونه كاع كامله يعني ما خافيه كان اعظم لداخل. المهم لقيتو انايا داك المره مدود صافي رجعتو ودابا وليت قديته هو السميده الرقيقه. المهم تقديت انا كيلو كيلو البنات وتقديت الزيت صافي وجيت للدار نشوف دابا شنو غادي نقضي. المهم البنات غادي ندير شي حاجه مالحه ولذيذه البنات الكوتي. المهم مقله كندير شويه زويته بصله مشوطه خليوها تشحر مزيان البصيله نقلبوا على مغاربه ديال العود يا اختي. ها هي شحر لينا البصيله وعاد نضيفوا لها الخضره اللي بغينا ندير. شحرات لينا البصيله غادي نضيفو عليها خيزو القريعة لي متياكلوش ليكم الوليدات وخضيرة ديروها عليهم في المملحات ولا المهم نحاولو أنكم تستغلوهم في داكشي لي هما ياكلو. أنا حيت عزيز على بنات المملحات وتا أنا يا ختي كنحماق على المملحات.
ما تجيش مع الحلاوه بزاف. المهم نخلي الخضيره هذه طيح واحد شويه حتى هي تشحر ونكملوا. هانتوما البنات هنايا الخضيره كيف ما شفتوا، غادي نضيف ليها التوابل البنات اللي غادي ندير. غادي نديرو شويه ديال الزعتر، غندير شويه ديال ثوم القصبي، انا حيت عندي اللي ما عندوش بلا ما يديرو الغبره ديال الثومه، اللي ما عندوش يدير غير الثومه عاديه. سمعتوني البنات، نديرو مليحه وندير شويه ديال الابزار. غادي نضيفو الكاشر البنات، اي نوع ديال المرطه ديال اللعب. كنخلطو مزيان، كتشحر في ديك المويه ديالها الخضيره، كطيب في ديك المويه اللي حنا درنا. المهم والله ما عرفت واش تقطع في التصوير ولا ما عندي الميموار، عامر مره كيتقطع. المهم انا درت البنات نشوف حتى نرجع وعاد نشوف المونتاج. المهم راه درت هذا كنت كنصور معكم كيف ما شفتوا الخضيره ديالنا تشحرات، ودرت هذا الجبن هذا يعني فر معايا في مربعات ديال كيري اللي بالاعشاب وبالثومه، داكشي علاش درت الثومه بالاعشاب والثومه. اللي عنده جبلي يستعمل منه، اللي عنده غير هذا مربعات يستعمل منه. صافي وغادي نطفي عليها البنات، انا مع مره تيتقطع ما تردش البال. صافي غنخليو حتى تتبرد الحشوه ديالنا عاد ندوزو نبداو نعمرو فيه. المهم الكبيدات ديالي هانتوما كناخدو هاد العيش، شويه بقى ما بردتش ليا انا مزيان، عرفت داك الصبر ما كاينش. المهم المهم هاهما البنات لي سيكار ديالنا كنعمروهم، غادي ندهنهم بالزبدة ونديرهم في الطاوة وندخلهم للفران حتى كيتحمرو تيتكرملو البنات تيقساحو واحد شوية. عرفتو داك سيكار كيكونو معمرين كيجيو لذادين. والله جربو هاد الوصفة هادي، يعني هادو ما فيهم لا خضرة لا حتى شي حاجة، زوينين صحيين ولذادين كيجيو واعرين. انا متاكده انكم الا جربتوهم البنات غادي توليو مدمنين عليهم. بسم الله شو نكمل بناتي، ما خلاوني ندير حتى شي حاجه، جاوا جمعوا ليا في الكوزينه قالت لك سربي خلاص حتى انا ندير لهم في العصير. لمن واخ قولي ما دخلوا الكراج انا جايه. هي
تحط لينا اختي نور هنا. انا مشيت واحد المتتبع غزاله الله يعطيها الصحه ليا لا بنياتها والله يحفظهم ليها يا ربي امين. جات تقدات ايوا صافي ها ايش اختي صباح شو هاتم اختي تليفوني الله يحفظك ولا غينا ورطه سيري في حالك الله يحفظك سيري تاكل سيري اختي انا نجيب العصير سير هاتو خازنا التليفون خازنا اسكت انا خازنا في الجيب مره كتجي تزوج غفلني وتدخل يديها في جيبك كتر طيح السروال خدا في المرا والله شو قد ديري هكا المهم لكم بالعافيه البنات راه هو العاشر صلاحي او يا بنات شوفوا يالله ساريت يا اختي الجفاف جمعت قديت كلشي مقدم صايب معاوده البنات مهم حطيت دوك البريوات البناتي العصير كرواصا درت الحوايج في الماكينه هنايا غادي ندير فيهم شو صبر ديال نور هان غندير فيهم الصابون وعاد نمشي غسلت الميعنات ها هما مستفين كلشي قديتو عاودتو يا اختي باش ما تبقاوش تعايرو تقول لي دارك ملونه شوفوا دابا داري نقيه البنات نقيه الله خليو لي في التعليقات راه دارك نقيه وتي نقيه صباح ناري والله تمسطيبي لا شي واحد المرات كتسطب الفيديوهات والله تبان بحال مع ندى ونور هان بحال تكون نضحك مع نوال اختي ولا المهم والله تي كنحسبكم عائلتي بالله الكبيدات ديالي داكشي علاش نبقى نضحك تبقى نهضر على طبيعتي يلا اختي شجعوني قولوا لي صباح الله يجي راكي حادقه شوفوا ومازال اختي باش نبين لكم حداكتي غادي نمشي نشوف نحل الواتساب نقابل لكم وندو عاد نطلع للفوق راني والله حتى حاطه قسما بالله البنات حاطه الشطاب وحاطه الكراطه في الدروج والله باش نطلع للفوق ثاني نجفف ونقي على الاقل بيتي والدوش هاتوما والله حتى حاطه شتو هاتوما والله حتى كنهضر معكم المهم هنا بعدا كي تبقى تحت هادي اختي نقيه ومقاده ومعاوده كلشي تعجبني فاش نفيق مع الصباح نصيب الدار هنايا مرتبه مقاده معاوده الميعنات مغسولين نصيب في طيب تتكون الدار مقاده مابقيتش نخلي اختي والله ما بقيت نخلي دوك الماعني بقاو زعما يصبحوا الصباح ناري خاصو احسن منظر احسن من الاطلاله ديال برج ايفل احسن من اي حاجه هو تشوفي البوطاجي نقي ومقاد ومعاود هو هذا المهم انا ساليت شقاي هنايا نمشي نحل الواتساب واحد شويه نجاوب لي كوموند نجاوب الناس على لي كوموند الناس اللي صيفطوا ليا باش غدا مع الصباح ثاني ملي نفيق ليفري ليهم وغادي بحال ما هكاك وعاد نطلع للفوق يلا شو يلا كتبوا لي راكي حادقه صباح برافو راني حادقه ونشوف بناتي نورها راك تلحط التليفون طلع بعدا نطلع عليها لا تكون هازه خاونة عليا ولا شي حاجه مع وليت كنزيرها على التليفون ويدي مازال شوف حيت لا الفاصله والله ما قلبت الواتساب ديالي انا واش مجاوبني الطبيب ولا لا على حساب سميتو محيده انا الكونيكسيون على حساب التحاليل شنو قال لي الله يسمعني اخبار الخير وصافي مشيت دهيت مع الشقه ومع توجد البنات ومع وحيت الكونيكسيون كانت في الكونيكسيون لان الا بقيت حاله الكونيكسيون ما غنشقى ما غندير حتى شي حاجه وقت الشقه وقت نطفي الكونيكسيون كان شقه هي كنسالي عاد كنفتح الكونيكسيون ايوا ليلها يلاه وصافي الله يغلبنا على الزمان الله يغلبكم نتوما والله يعاونكم مع وليداتكم ويعاونكم مع الوقت الله يرزقكم رزقا حلالا يا رب العالمين والدعوه معايا الله يسمعني اخبار الخير ويا رب يدير لي شي تاويل ديال الخير مع هاد الحساسيه ومع هادشي ليله هي الله وصافي تدعقنا وحق الله البنات الا شحال من مره انا ما كنصورش لكم
يعني شحال من مره كنمشي لغرونس بالليل، شحال من مره شحال من مره، لان تصدعقت وليت اي حاجه كليتها كنتحسس منها، والكينه ديال راس المهم شكيت في بزاف ديال الحوايج. وغنشوفوا ان شاء الله اشنو اللي غادي نديرو، شنو اللي خارج ليا في التحاليل. اي والله يسمعنا اخبار الخير، وتهلاو ليا فراسكم، تصبحوا على خير، وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.